السلام عليكم. اليوم تاني درس ديال السنيونات ديال الضريس. غادي نبداو كيفاش نعملو السنيون ديال الضريس العادي. بسم الله. كما جرت العادة كنجيو نضربو في الطوب لتحت. ديما هادي كتكون، نحاول نضحكلكم، ديما كتكون هادي الفوق، الدائرة الفوق دائما. أنا كنحاول نبقى نكرر هاد الملاحظات بحال هادو باش البنات يستوعبوهم مزيان. بسم الله. نعملو ضربة في الثوب وحدة، نعملو الخيط من التحت دائما. ملي كنجيو ندخلو ليبرا في وسط هاد الخرصة هادي، دائما الخيط من التحت. هاد المرة ما غاديش نضربو ضربة وحدة هكذا كما كنا كنعملو الحبكة، لا، هاد المرة غادي ندخلو ليبرا وغادي ندور عليها جوج تلويات. غادي نعمل الخط هادي، يعني يدي شو دابا هنا هالحرير، غادي نلويه مرة وغنلويه مرة حتى نرجع يدي ترجع في البلاصة ديالها. انا غادي نبدا من هنا، اذا غنعمل التلوية الاولى هكذا، التلوية الثانية هكذا. كاين اللي كيبغي يعمل ثلاثة، حنبداو غير هكذا، من بعد عملو ثلاثة إلا بغيتو يجيكم واقف كبير. نعملو جوج كيف ما كندخلو في الإبرة هنا، كنعملو التلوية الأولى، التلوية الثانية، وكنجبرو الإبرة وكنجبدو كيفما كتشوفو. كتجبد، حاول تميلو هكذا هنا وجبد، جبد الخيط، الخيط جبدو الفوق، جبت الخيط للفوق. هو كيربط راسو بيدو، كيربط راسو بيدو. من بعد كما كنجبدوه الفوق كنخليوه الفوق، كنجيو لهنا فين ضربنا في الاول، نيت فين ضربنا هنا، وكندخلو في وسط هاد الدائره الفوق، حيت غنضربو لتحت يعني الفوق فوق باش كنربطو. اللي كنقربو نسالي وتشد لينا كنقلبوها هكذا، كنجبدو الخيط لهاد الجهة هذا هكذا، وهو كيربط لينا كنجبدو باش كيتشاد. انا عاودو الخيط من الفوق كنضربو في الثوب مباشرة، غادي نقلبو الخيط لتحت وندخلو ليبرا في هاد العوينه هادي، نعملو الدوره الاولى، الدوره الثانيه، ونجبدو، نجبدو مايل، نجبدوه مايل من هاد الجهه ونطلعوه واقف باش كيتزير مزيان، كيتزير. ما تخافوش من الحرير، جبدوه راه مبروم مزيان. كنرجعو نخليوه على داك الوقفه ديالو طالع الفوق، كنجيو ضربو في داك الدائره اللي ضربنا فيها، داك العوينه اللي ضربنا فيها في الاول، وكندخلو في وسط الدائره، وكنجيو لهاد الجهه، الجهه هادي، ثم جبدو بليد لي شابر به ليبرا هكدا ونزير عليه، هاود شد. نعاودها لكم، الدائره الفوق كنضربو في الثوب، الخيط لتحت كنضربو في وسط العوينه اللويه الاولى الثانيه، وكنجبدو، ملي كنجبدو كنجبدوه مايل هاد الجهه، وكنوقفوه باش هو كيزير راسو بيدو. ما كتبقالناش هنايا، هنايا ما كيبقالناش الخيط، يعني كيتزير كامل. كنخليو ملي كنجبدو هكذا واقف، كنخليو الخيط كيف ما هو واقف هكذا، وكنعملو فوسط هاد العوينه، كنعملو فوسط هاد العوينه وكنقلبو لتحت، هي كتهبط راسها. ها ملي كنقلبو الخيط من جهه هادي لتحت الراسه، هنا كتحاول تقادها باش ما تعملكش الخيط بزاف، هاي تزيرات. هذا هو السنيون ديال
الضريس العادي واللي كنعملوه فوق الضريسات من فوق، ملي كيكون عندنا شي ضريس كنبغيو نعملو له السنيونات، هادو هما السنيونات العاديين المعروفين جوج. وكنطلع يبقى هنا وكنقلب هكذا، هذا هو السنيون ديالنا.